تحتفل له براس العام انت تخصص له ميزانيه تقضيه في الدار؟ لا 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 ينسى له لا خبز جاتو ولا غيره ولا ماكله يعيشك. ينتظروا فيه ناس المقلدين وغير القلد قلد. خوي ماهوش متاعنا راه يا دي خاتينا، احنا عدنا راس عام واحد، عدنا راس عام واحد، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ماهوش متاعنا يا ولدي. قاعدين نتبعوا تتبيع، نتبعوا تتبيع يا ولدي، احنا جايين من تالي ونعيطوا يا مالي، متاعنا هو، علاش ما يحتفلوش بهجرة الرسول يحتفلوا بهذا؟ يوريك لي احنا التوانسه رانا على الحيط. اكيد نحتفل براس، فماش واحد من الشعب التونسي ما يحتفلش براس العام، معناها انا انسان بطال وواحد نحتفل به احتفال خاص، معناها شوي كاكاوية مع شوي جازوز مع فهمتني، هذاك نحتفلوا به راس العام مع الواحد مع الفامي بنك شوي. ولادي الاحتفال شيء نخدم ارواحنا، ما عندنا حتى حكايه شنو احتفال، احتفال في دارك يا باش نعمل احتفال. شنو بس انا ما تعني لك حد شيء؟ انت تعني لي حد شيء عادي بالنسبه لي، تعني الناس اخرى ممكن انا عادي. نحتفل براس العام ما مش على الطريقه يعني نتاع المسيح، لما عائليه انا وعائلتي صغيره فهمت، فقط ما نخرجش، معناتها ديما نفضل نكون في البيت ما نخرجش. يوم عادي جدا يعني. وين قضيه؟ قضيه في القهوه كما العباد الكل يعني، كما عامه الشعب، برستاج كبيره من الشعب يعني تعدي في القهوه، فئة معينة ذيك تعديه في بلايص أخرى. راس العام نتاعنا اللي نحتفلوا به هو بالعربي، هذاك راس العام اللي نحترموه ونقدسوا له، هذا يا مسيحي وخاتي الأمة الإسلامية، هذه سنة إدارية. نتمنى للتوانسة كليك 2020 إن شاء الله عام سعادة وهناء، إن شاء الله عام نحبوا بعضنا أكثر ونتوحدوا أكثر ونعمل على الواحد. لا كل عادة ما ننتظروا شيء. هذاش كيفاش ما تنتظرش؟ باش تنتظر لهنا؟ ما عندك ما تنتظر فيها. فيهاش حسب رايك. كون استقر على روحك تنتظر المستقبل قدام. أما ما تقراش ما عندك ما تنتظر. هذا بيا راس العام يد الشعب شيخ. الدنيا غليت مليون ما عادش يعمل حتى شيء. واللي عنده عائله القطوه يوصل 250 دينار، اش تم هذا كل؟ في لاندوشين احنا 30 دينار بالنسبه لنا نتلماه الناس كل عائله واحده نتلماه، فهمت ليش القطوه لاودني 30 دينار من العطار حلويات ومنه ومنه ونعملوا خبزه قطوه في الدار، وعندي المجيره نتاعي شويه كاكاويه شويه تاي يا ربي ورضاك، لا عندنا تبذر لا عندنا شيء، احنا زواوله عندنا ربي. لا ما تحفلش. بالنسبه ليك يوم عادي؟ يوم عادي ونخدم فيه نهار تل... يعني نعمل فيه خدمة، يعني يتعدى عليك كسائر الأيام لا تحتفل له حتى شيء؟ لا عادي جدا، هو يوم عادي عندي أنا. لا 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 نحتفل شنو نقول، إن شاء الله يجي عام بي أنا والعائلة وكاو نفطو عشاء بي ونورمال وكاو، شنو نحتفل؟ هو راس العام السنة الهجرية، مش ما سألتوناش العام السنة الهجرية تحتفل ولا تسألونا في هذا؟ سألنا سألنا عزوز. اي ما هذاش نورمال، سنة إدارية هذه وكا. يوم عادي جدا. أنا نحتفل بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة والتوصيات والقاحة الوالدين. وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. السنية معناها كما العوام اللي تعدي والكل. شنو ما فماش ميزانية معينة معناها باش مش خاصينه، كان مع الدار نتصور كالعادة، وياد كان فما برنامج مع الأصحاب بيان سور، وكاو معناها نتصور باش تعدى عام كل عوام الكل القراية، إن شاء الله نكمل قرايتي نزل لي عامين معناها، وكاو نطمع لحاجات باهية إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله ربي يسهل وكاو. راس العام تخصص له ميزانية في العادة؟ لا لا، يوم عادي تقضيه في البيت، فهمت؟ حتى الحاجات اللي معناتها عادية كيما عشانا يعني زيد حاجة، ولا حتى الحلويات نعملها في الدار، فهمت؟ إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. أولا عمري ما نحضر ميزانية، علاش؟ أنا نعيش كل يوم ويومه، الفلوس اللي عندي اليوم نصرفهم اليوم،
وغدوه يجيبها ربي، فهمتني؟ ونحن عايشين هيك. شنو انتظاراتك من عام جديد؟ والله انتظاراتي من عام جديد ان شاء الله احوال البلاد تصلح، كو ان شاء الله نشوفوا رئيسنا الجديد يعني على قد المسؤوليه، والعباد تحب بعضها وناخذوا عبره يعني من الشيء اللي صار في العوام اللي فاتت. ان شاء الله يكون عام مبروك على التونسيين الكل، ونتمنى معناتها الطبقه السياسيه كلها تتفاهم، فهمت، يشكلوا الحكومه اللي توا تشكلت حايرين فيها معناتها توا قرابه 3 أشهر، فهمت. ونحب كل باسمي معناتها وباسم كل تونسي ندعوه باش يخدم على روح راي تونس، عمرها ما تتقدم كان ما نخدموش على روحنا ونكونوا صادقين في الخدمه نتاعنا. ان شاء الله البلاد تبدا صفاء، تتحسن امورها، حكومه تشد بلاصتها، فهمني، يبداو يخدموا. هذه هي الامور اللي اكثر حاجه تهمني، كانوا البلاد تستقر، تشد ثنيه، تبدا تخدم، تحل الدوسيات الصحيحه، هلو ماجر. ان شاء الله مبروك علينا ساعه والحاج، ومبروك على الشعب التونسي الكل، ونقولوا للسياسيين بجاه ربي ارفقوا بحالنا، ارفقوا بينا، راكم عملتوا العار يا ولادي. اللي ماهوش مستحق الكرسي ماهوش اهل الكرسي، هذا سيب عليه، راهو الشعب فايق والله، يقدر الخير من الشعب نتاعنا، راهو اذا فاض الشعب هذه المره هذه الله يسترهم، والله لا يخرج واحد ولا يخرج في طياره ولا يسافر، والله لما نحصروا لهم المطار الكل. ارفقوا بحالنا وارفقوا بالزوالي بجاه رب، وان شاء الله مبروك علينا وعلى امه سيدنا محمد اجمعين. السيد رئيس الحكومه يشكل الحكومه على قريب، راهو الشعب التونسي مات بالشر، مات بالشر، مش نعمل واحد، ربي سبحانه قاعد يعاون في الشعب التونسي، راهو ما يعاون فينا حد لا شهريه لا وذني، ربي سبحانه يبارك لنا الشعب التونسي الزوالي، حسبي الله ونعم الوكيل اللي يظلم الشعب التونسي. والسلام عليكم. نقول القيس سعيد انتبه، مجلس النواب او الاحزاب المغادره للبلاد، رانا ضعنا، ما عادش نحكموا في ولادنا وبناتنا. اذا حقوق المرأة تترجى في الطريقة هذه، مجالة الأحوال الشخصية انتظر فيها يا راجل قانون انظرونا فيها. بالنسبة لنا توا هذا يا رأس العام، من الأحزاب هذه كان عاتي ربي توا، معناها الشعب عطاها تفاوض، معناها باش نخبولها شوية الناس الكل، الناس ولات تتضارب على الكراسي مش تتضارب على الشعب باش يقدموا لهم مشاريع ونحوك البطاله ونحوك برشا حاجات معناها الموجوده الزايد. علاش انتخبك هو الشعب؟ علاش منتخبك باش انتخبك باش تشد الكرسي؟ تلوج على الكرسي انت؟ مش كما تلوج على الكرسي، راك تلوج باش يلزمك تخدم الشعب اللي اعطاك مفوض لك باش تضرب عليه وتدافع عليه، مش كتلوج على الوزراء باش تاخذها، فهمتني؟ فوضك باش تخدم الشعب هذايا، فهمني؟ هاك البطال، فهمني؟ هاك المعيشه نتاع الزوالي، هاك الارياف اللي تشوفها البرة اللي قاعده ناقصه ماء وناقصه ضوء وناقصه كياسات، فهمني؟ مش جايني باش شد الكرسي لهنا واعطيني وزارات، علاش ما نتفقوش مع بعضنا ونلحموا ويدينا بعضنا، فهمني؟ وجاه ربي هذه عداها طول، معناها نحب تتعادى ويسمعها، فهمني؟ من يلزمنا الاحزاب الكل نلموا بعضنا ونتفاهموا فرد كلمه مع بعضنا ونقدموا بالبلاد. مش قاعدين انت اعطيني كذا وذاك كله اعطيني كذا وهذيك اعطيني كذا ونمشي ازاي البلاد؟ نحن ناخبينكم باش تدوا له كراسي؟ في المجال الاقتصادي ان شاء الله الدينار يطلع. في المجال الاجتماعي ان شاء الله المواطنين معناها يتفرد شويه من ناحيه نتاع الوضعيه المعيشيه الصعبه، فهمتني؟ ومن ناحيه سياسيه ان شاء الله تتشكل الحكومه وان شاء الله فهمتني نوصلوا للنتيجه وان شاء الله فهمتني مانيش ناقصين. احنا راهو دوله عمرها 3000 سنه تزخر معناها بالطاقات وبالواحد، فهمتني؟ ان شاء الله نوصل الحل ان شاء الله. والله كلمه برك اللي حنن القلوب على بعضها هذه، والاحزاب الكل، الاحزاب الكل معناتها شاد في الكراسي وما مش لاهين بالشعب، ما مش لاهين حتى بشيء. ان شاء الله يتبدل وضع البلاد، فهمتني كيفاه؟ ان شاء الله اخويا يزونا من السياسه ويجينا راس عام باهي وحكومه باهيه وكل شيء باهي. ان شاء الله عام 2020 يجي علينا باهي ان شاء الله.